46 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد في موجة صيف. نكملوا معكم حتى لنص النهار باش نحكي على النشاط متاع الإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية نابل. باش نعرفوا بعض التفاصيل حول عدد الغرقة والتدخلات اللي تم تسجيلها منذ شهر جوان. حاضر معنا بالتليفون الرائد زياد شقرون رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بنابل. مرحبا بك زياد. مرحبا بكم ومرحبا بمستمعين راديو ميد. شكرا لك. دونك مع شهر جوان يبدا التصيف ويكثروا كسوال من اهالينا في ولايه نابل ولا حتى الضيوف والسياح اللي يجيو من كامل مناطق الجمهوريه لولايه نابل. عنا برشا شواطئ حلوه ولكن أكيد أنه في كل عام نسجلوا حالات متاع غرق وتدخل. لحد اليوم قداش عدد التدخل بالنسبة لأعوان الحماية المدنية في مختلف شواطئ ولاية نابل سيزيد؟ دونك بالنسبة منذ انطلاق العطلة الآمنة في 1 جوان 2018 قمنا بعدد 34 تدخل. هذوما نحكيوا على التدخلات اللي هما إسعاف غرقة، معناها خرجنا غرقة من البحر وتم إسعافهم على الشواطئ. دونك مانيش نحسبوا في الإسعاف مثلا واحد تضرب على البحر ولا كذا، نحكيوا احنا على الغرقة خاطر فما تدخلات أخرى تدخل في الإسعافات الأولية اللي بالشواطئ. دونك عندنا عدد 34 دونك إسعاف غرقة. للأسف سجلنا سنة منذ بداية الموسم الصيفي هلاك عدد 5 أشخاص، رغم معناها التوعية ورغم حثنا معناها العباد معناها للسباحة في الشواطئ المحروسة واتباع الإجراءات السلامة، لكن كل عام معناها نشهد حالات غرق للأسف. هي سيزيد حالات الغرق هذه مثلا سجلناها الخمسة، عندك فكرة على الأسباب علاش معنى السباحة في توقيت غير ملائم وإلا العباد اللي ما تعرفش تسبح تدخل الغريق ولا تقريبا الأسباب شنية بالضبط اللي هي؟ والله أغلبية الأسباب حسب اللي لاحظنا الغرقة الغرقة ما همش أولاد جهة، معناها الأغلبية تلقاهم ما يعرفوش خطورة البحر وما يقدروش الخطورة كي يدخلوا يعوموا. دونك كثير حالات معناها متاع غرقة بسبب معناها يمكن عدم الدراية بالسباحة أو عدم احتياط وإحنا أخذ الاحتياطات اللازمة. دونك احنا في ولاية نابل معناها موجودين السباحين المنقذين اللي عندهم دور كبير، نعرفوا توا في الفترة هذه دونك الخدمة متاحهم والمسؤولية الكبيرة اللي عندهم. اسكو في ولاية نابل وفي كل شواطئ ولاية نابل سيزيد عنا العدد الكافي متاع عدد السباحين؟ قداش تقريبا عنا ومعناها وهالموجودين في كامل الشواطئ اللي موجودة على في الكابون ولا لا؟ والله الحقيقة احنا كل في بداية كل موسم صيفي نحدوا اللي بزوان نتاعنا السباحين المقضيين اللي هما دونك لتأمين كافة الشريط الساحلي في ولاية نابل. احنا سنة طلبنا من البلديات توفير عدد 235 سباح موقف، اليوم توا احنا في 16 جويلية وصلنا ل 140 سباح موقف مركزين في الشواطئ نتاع المرجع نظر ولاية نابل، اي معناها نسبة وصلنا تقريبا 59% معناها من العدد المطلوب تقريبا نص نقص. تحقيق عدد غير كافي هو العدد هذا يختلف حسب المناطق، فما مناطق تنجم تقول صار فيها الاكتفاء معناها من السباحين المنقذين، لكن فما برشا مناطق واللي هي الاغلبيه تسجل عدد كبير من المصطفين على غرار معناها مدينه نابل والحمامات اللي هما ديما عندنا اشكاليه فيهم معناها في النقص السباحين المنقذين. فور اكزومبل نعطيك زوز امثله بالنسبه لنابل والحمامات. بالنسبه لشواطئ مدينه نابل طلبنا 18 سباح منقذ، جاونا لحد الان عدد 2 سباح منقذ فقط. بالنسبه للحمامات طالبين 28 سباح منقذ لتأمين معناها شواطئ الحمامات والحمامات الجنوبية، جاونا لحد الان 5 سباحين منقذين فقط. نقص كبير كبير برشا. صحيح، دونك رغم أهمية معناها الشواطئ نتاع نابل وحمات وكثرة المصطفين والإقبال معناها نتاع العباد على الشواطئ هذيا، إلا أنه معناها ما فماش إقبال معناها من السباحين المقيمين للعمل بالشواطئ. هذوما سي زياد الشواطئ اللي قلت عليهم تابعين معناها الشواطئ العمومية اللي ينجموا كل مواطن يعوم فيهم ولا فيهم بعض الشواطئ اللي تابعة النزل ولا معناها؟ لا احنا
اي نحكيو على الشواطئ العموميه. العموميه اي مش لي المعنى اي واحد ينجم، اي واحد ينجم معناها يعوم فيها المواطن العادي. دونك النقص اي سامحني هو خاطر نورمالمون هما بيدهم النزول عندهم سباحين منقذين خاصين بهم، اما احنا نحكيو على السباحين المنقذين اللي يتم انتدابهم من طريق عن طريق البلديات، ويقع وضعهم معناها على ذمه الحمايه المدنيه لتامين مختلف الشواطئ العموميه. والنقص هذا الكبير الموجود السنه في ولايه نابل، علاش؟ شنو الاسباب نتاعه؟ والله بالنسبه لجهه نابل والحمامات هي السبب واضح، وانه هذه معناها جهه سياحيه وتكثر فيها النزول، دونك اغلبيه الشباب يمكن وانه يخير العمل معناها في النزول على العمل في الشواطئ العاديه. هذه هو دونك العباد تقبل اكثر العمل معناها في النزول، على عكس مناطق اخرى في ولايه نابل اللي ماهيش ما فيهاش نزول او تكون غير سياحيه، دونك الشباب يلقى ملجا وانه ينجم يخدم في البحر. وانتم تقوموا قبل معناها ما يبدا الموسم الصيفي سي زياد، معناها ما نعرفش كيفاش معناها كيفاش تعلموا العباد اللي يحب يقدم الملف نتاعو باش يكون ولا يكون سباح منقذ؟ اكيد ثم معناها مرحله اولى لقبول الملفات وتكوين أكيد. السباح المنقذ هذا انتم تقوموا بالحمله هذه قبل الموسم الصيفي ولا؟ اكيد احنا منذ شهر ابريل احنا نبداو نرسموا في البلديات، وفي شهر بخصوص تحضير الموسم الصيفي، وفي شهر ماي نبداو نحضروا في العدد معناها المطلوب للسباحين المنقذين، ونسقم على البلديات معناها لانتدابهم. هو كيفاش تصير العمليه؟ هي البلديه تهبط دونك ديزانونس شكون يحب يخدم كسباح منقذ في الشط، دونك هذوما يهبطوا من شهر ماي قبل بدايه الموسم الصيفي. أيوة. دونك اي شاب دونك يحب يخدم كسباح منقذ يقدم مطلب للبلديه، والبلديه هي تحيله للاداره الجهويه للحمايه المدنيه او الفرقه التابعه معناها للاداره الجهويه للحمايه المدنيه مرجع النظر، يقوم اعوان الحمايه المدنيه باختباره معناها في السباحه وتكوينه في الاسعافات الاوليه، اذا نجح معناها في الاختبار هذا وكل شيء يقع معناها توجيه المراسلات الضروريه للبلديات معناها لانتدابه ووضعه على ذمتنا، معناها فما اعوان اشراف من الحمايه المدنيه هما المشرفين عليهم وهما اللي يقع توزيعهم على معناها على الشواطئ حسب الحاجيات. والابواب مازالت مفتوحه للانتداب هذايا؟ بطبيعة الحال في كل وقت ما دام الموسم الصيفي مازال معناها ممتد، ومازال معناها مازلنا ديجا شهر اوت وشتر من شهر جويليه بخلاف معناها حتى احنا العطله الامنه جينيرالمون تقعد حتى 15 سبتمبر. في اي وقت معناها اي واحد يرغب معناها في العمل كسباح منقذ بالشواطئ ينجم دونك يتقدم مطلب للبلديه، واحنا كما قلنا مازلنا حاجتنا معناها بالسباحين المنقذين معناها بصفه عامه لانجاح معناها البرنامج مع تاع العطله الامنه ومساعدتنا معناها في تامين معناها المصطفين في مختلف الشواطئ في ولايه نابل. باهي فرصه ونوجه نداء عبر موجات راديو مهد للناس اللي الشباب اللي يحب يكون منقذ سباح، دونك الابواب مازالت مفتوحه للانتدابات، ينجموا يقدموا ملفاتهم في اي وقت. احنا عندنا نقص كبير، ان شاء الله سي زياد نوصلوا من هنا للموسم الصيفي على الاقل نغطيوا اللي حاجتنا به الرقم 235 سباح منقذ ان شاء الله. دونك تتحسن النسبه والتغطيه نتاع السباحين المنقذين معناها المختلف الشواطئ ان شاء الله. سينو كان ما وصلنا ما غطيناش السواحل الكل معناها نتاع الكابون في ولا وفرنا ال 235 سباح منقذ، الشواطئ هذه الناس تعوم فيها فماش خطر معناها ولا؟ احنا على كل حال نحطوا البلديات لوضع معناها علامات تدل على اول حاجه اذا الشاطئ غير محروس او شاطئ معناها خطير او كذا، احنا نحطوا البلديات لوضع العلامات الضروريه. ايضا ديما احنا نحطوا حسب الحاله الجويه معناها الوضع الرايات حسب الالوان معناها باش ننبهوا معناها رواد الشواطئ معناها للانتباه الى اخره. اضافه لذلك احنا مثلا في نابل والحمامات مثلا ما عندناش عندنا نقص في السباحين المنقذين، نضطر وان العوانه بتاعنا رغم كثره التدخلات ورغم معناها كثره الخدمات الى اخره معناها من حراسات معناها كما تعرف الانشطه في ولايه نابل الى غير ذلك الى تدخلات
حرائق، النجدة بالطرقات، المحور الشواطئ اللي نحكيو عليه، معناها كثرة التدخلات. رغم ذلك نضطروا أنه نوليو نحيو من العوين متاعنا، نحطوهم نزيدوا نعزوا بهم الشواطئ، معناها ديما هكا يعملوا دورة بزوارق النجدة، معناها الدرجات المائية هكا يزيدوا هما يعاونوا، معناها رغم معناها كما قلت نقص الأعوان، لكن هدفنا هو حماية المستفيد. إن شاء الله يا ربي يحمي المستفيد الكل، يتعدى الصيف ما عادش نسمعه حتى خبر لا متاع تدخلات ولا حتى غرقة يا ربي. شكرا لك سي زياد شقرون، رئيس مصلحة الإدارة الجهوية للحماية المدنية بنابل، على التوضيحات اللي قدمتها لنا.